السلام عليكم. حنا باقي معكم مازال في السلسله ديال الحلوه ديال العيد. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم ماكارون تراديسيونال. هو الماكارون راه فيه بزاف ديال الشكل، كاين الماكارون بقشطو، كاين الماكارون بلا قشره، كاين الماكارون فرونسي، كاين الماكارون هولندي، يعني كاين بزاف ديال لي ماكارون. حنا دابا غادي نديرو معكم هذا الماكارون اللي هو تراديسيونال باللوز مفصوح. هاد الماكارون الشيف عزيز على الناس بزاف، وتيكون معلك ومن من الحلويات القديمه واللي باقي شاده بلاصتها. المقادير اللي كاين عندنا هو عندنا 300 غرام ديال اللوز، هذا تيكون فيه السكر مزيان، 300 غرام ديال اللوز و450 غرام ديال السكر. سمح لي الشيف، هذاك اللوز مفسخ واش باقي فاز؟ قول خصو ينشف. لا فهمتي، ها هو مفسخ ولكن ناشف، ما خصوش يكون فازك. حتى الا ما اشنو يديروا ليه؟ لا هو ملي ملي كتسلقوه ما تخليوش اللي يطول في الماء بزاف، غير يبان لكم كتحيدي القشره حيدوه ديك الساعه، شللوه بالماء وخذوه فوق شي طورشون باش ينشف من الماء، شي منديل، شي منديل، وبداو تفسخوا فيه. وملي تفسخوه حطوه في شي فران ما يكون سخون، يكون غير دافي، او من الاحسن كاع يطلق في شي طبله ويبات فيها باش ينشف. الا مازال بانينش يبيتو ليله. وعندي هنايا كما قلت لكم 300 غرام ديال اللوز، 450 غرام ديال السكر، يعني كتكون زايده فيه، هذا تكون زايد فيه 50% ديال السكر. اييه هذاك شي بان ليا. وعندي هنايا 100 غرام ديال بياض البيض، وعندي واحد شويه ديال الفاني، وعندي واحد شويه ديال الحليب هنا، واحد 20 غرام. باش غادي نطحن دابا هاد اللوز ديالنا، غادي نديرو هاد اللوز كلو، نخوع عليه السكر، نخوع عليه هاد الفاني. الفاني ديما كنديروه على ود الزفوريه ديال البيض، ما تكونش هاد البلونضيف ما غاديش نكبو كلو، غادي نكبو النص ديالو فوالا ونطحنو. اللوز ديالنا صافي، ها هو طحن. شوف هاد اللوز كيفاش طحن، ها هو تيكون معلك معلك حيت السكر تيكون فيه زايد. كملتي ليه البيض ديالو؟ البيض واحد شوية، واخا انا واحد شوية ما غاديش نكمل ليه حيت غادي يبات، بقات تما غير شوية. المهم خصو يكون هاد القوام هذا. خصو يكون هاد القوام، ها هو هانتوما شوفوا كي داير. لا تنتبه كتشوف، هانتوما شوفوا كي داير، وباقي راه سخون شوية مع الطحين. هاد هو ما غاديش ندرسوه دابا، دابا غادي نخليه، غادي نجمعو في هاد لاباسين، وغادي نكب عليه هذاك شويه ديال الحليب. دابا غادي نجمعو في هاد لاباسين، هادي الكورني كلو نجمعو في لاباسين، وغادي نزيد عليه هاد 20 غرام ديال الحليب، وغادي ندير ليه السلوفة ونخليه في الثلاجة حتى الغدا ان شاء الله. صافي شاف ما فيه لا خميرة لا والو، والو اللوز والسكر وبيض البيض صافي، وشويه ديال الفاني. والفاني ما زيد لا مكونات اخرى لا والو، لا كونفيتور لا حتى شي حاجه، يعني ساهل المكونات ديالو ساهل. دابا هو الطحن، ها هو الطحن، ها هو درتو انا في هذا الباسين، هو ما تيكون شويه سخون مع الماكينه كي سخون، ما كندريسيوش هذا، ها هو قديتو شتك عنوه درتي ليه هكا لصقتيه، قديتو باش هذاك الحليب غادي نكبو عليه. غير اللي غطي لينا الوجه ديالو، علاش؟ حيت سخون الا كيبرد غادي يبدا يدير لنا واحد القشره من الفوق. وهذا الماكارون هذا تراديسيونال، ملي باش ما بقى في الثلاجه مزيان تيتعلق، باش ملي نطيبو تيولي معلك. هذا الحليب كيشربو؟ لا الحليب ما عنده حتى علاقه، الحليب غير باش ما يديرش لينا القشره صافي، باش يفزق لينا هذاك الفوق. اما هو دابا حيت مطحون بهذاك السكر، هذاك السكر تيعلق وتيبقى تيدوب فيه هذاك السكر، داكشي علاش ما كنخصناش ندريسوه سور بلاص. صافي غادي نخليوه على الاقل واحد 12 ساعه ياك. خصو يبات في الثلاجه وما فوق، يعني يبقى يومين ثلاث ايام ما كاين حتى مشكل، ما كيوقع ليه والو، ما يوقع ليه حتى حاجه. هذاك البلون دوف اللي شاط لينا واحد شويه راه حتى نبغيو نخدمو به، عاد نقدروا نزيدوا عليه شويه اخر حيت خاصنا نخلطوا شويه في الماكينه باش يخرجوا ديك البروده ويكون شويه رطب باش ندرسوه بالبوش. صافي هي غادي نحتفظ بهذيك الكميه حتى لغدا ان شاء الله. صافي غادي نخليو حتى لغدا ان شاء الله، عاد نرجعو لكم. هكا سيدي خصك تغطيه بالسلوفان. تمام ونخليوه، ضروري نخليوه في الثلاجه حيت فيه البلون دوف، ما خصناش نخليوه برا. يلا غادي نرجعو لكم من بعد ما يبات ان شاء الله. ها هو اللوز اللي طحنا، اللي كنا غطيناه بالحليب، هانتوما
شنو ندير لا قشره لا والو، براد براد مع راسو مع بات في الثلاجه مشكل قاعد صح. داكشي علاش ما نقدرش ندورو به هي، غادي ندورو في الماكينه. ولي ما عنديش ماكينه يخليه يتحرك بشويه يدورو، لا يدورو باليد حيت دابا بارد. ايوه هلا دابا غادي نديرو في الماكينه ونخوي عليه داك الحليب فاش كان اللي كنشوف منو. هلا غادي نزيدو واحد شويه ديال بياض البيض. شحال عندك هنا الشعر؟ انا كنا درنا 50، زدنا واحد 40 غرام اخرى ديال البياض البيض، ولكن كما قلت لكم بدي تكون هذاك في اللوز ناشف مزيان ديما على حسب اللوز واش كيشرب ولا لا. ماشي كيسحك فوالا، حيت الا كان اللوز فازك راه ما يشربش بحال اللي كيكون فازك ناشف. بسم الله ندورو شويه باش كندورو دابا باش تخمم منو هذيك البروده ورجع لينا اللوز تيات يعني الاصلو باش نشوفو شحال ديال البلونطوف غادي نقدرو نزيدو ليه على حسب البلونطوف اللي كنزيدو على حسب التيكسو كيفاش ندريسيو ما يكونش قاصح علينا بزاف. يبدا يخرج لينا من البوش، يخرج لينا من البوش ويخرج بسهوله ما يكونش قاصح بزاف. غادي نبدا نزيد ليا البلوندوف شويه بشويه حيت قاصح. هاد المكرون بلدي راه مهم عند الناس بزاف كيديروه وعزيز على الناس. راه ديما هي عندها القيمه ديالها. ها هو كاين انا دابا كنخدمو وفي نفس الوقت كنقيسو بيديا باش نشوف التكستو ديالو كي دايره، باقي خاصني شويه ديال بياض البيض. وقلت لك الناس كيبغيو الطريقه الصحيحه والاصليه. كتبدا تزيد وتقيس واش ما خصنيش نجري بزاف. يمكن غادي تكمل لك 50 غرام صافي. صافي وصلت القوام اللي بغيتي. القوام ديالنا مبارك عليه. صافي كديرو في البوش. صافي كنديرو في البوش وكندير ليه دوي سامبل بحال ديال الماكل اللي كندرسو ديال الماكارون فرونسي هادي، وكندرسو لاطي ديال حتى هي بحال الماكارون فرونسي. نديروش كبير بزاف هو راه تي تفرش شويه. صافي دابا تنديرو اللوزه من الفوق، كتعرفو البيتي فور تراديسيونيل ديما اللوزه. الى باليكم انا هاد اللوز عندي راه مقلي على حقيتاش ما بقيتش عندي اللوز بيض ودرت هاد المقلينيت محمر في الفران محمر شويه في الزيت وفي الماء باش ما يطيبش دغيا ودرته. راه ممكن يدار على حقيتاش هاد المكرونيت هو راه ما تياخذش الوقت بزاف في الفران. يعني نقدروا نديروا اللوزه الكحله، نقدروا ندوزوا الكحله نديروا اللوزه مسلوقه، نقدروا ما نديروا والو كاع نخليوها هكاك. ولكن ملي كدير اللوزه كتعطي شويه ديال القيمه كيعطي لو شارم ديالها. فوالا تماما فوالا. بعد ما درت ليه اللوزه ديالو الفران عندي راه سخون على 170. انا خديت واحد بعد ما درنا ليه اللوزه خديت واحد تورشون باش يكون نقي والماء غادي نفزقو غير الماء. هادي لاستيس ديال اللي شاف كنعصرو شويه من الماء ما نخليش فاز بزاف وكنضربو بالماء هاكم كيجي كلو مقاد
صافي الفرن ديالي 170 غادي ندخلو. المده ما نقدرش نقول لكم حتى نشوفوا حيت راه شحال هادي ما درت هاد الكتي الفرن واحد 30 عام ما درته. لا ولكن درنا عليهم باللوز الكحل عشر. لا ولكن هذا تيفرق ما بين اللوز الكحل هي صافي غادي ما غاديش ياخذ الوقت بزاف حتى 15 دقيقه صافي 170 صافي شاف صافي الماكارون ديالنا ها هو وكنسوسو ديريكت من البلاصه في الطابله باش ما يزيدش يطهي من التحت. شحال ديال الوقت خدا؟ 15 دقيقة على 170. اه هانتوما بقاد ما تفرش شاي. لا تقلب خليه واحد شوية عاد تيمولي هي. حتى يبرد. نديرو اليوم غير شي حاجة دابا. واو. تحت. أييه. فما. وما طيبوش على الاقل 170 باش ما يجيش من قاصح يجي الفرن يا باش كيتحمر وما كيقصحش. فوالا مكارون تقطع وحده تشوف التعليكه لا مسكريتي واحد تبرد يلاه خلي انت مازال زرتي فيه السكر ناقص ماشي بحال ماشي بحال الاسواق فيه الله نخليو يبرد وندوزو للتقديم. هانتوما الماكارون 300 غرام ديال الدوز خرجنا تقريبا واحد الكيلو ديال الماكارون تراديسيونيل وساهل في التحضير ديالو ناجح وبثلاثة ديال المكونات ثلاثة ديال المكونات شوية ديال البلوندوف سنيدة اللويزات صافي وهانتوما الحلوة ديالكم واجدة هانتوما الماكارون ديالكم واجد هانتوما شي اللون ديالو كيحمق مذهب او اجي التعليقه نشوفوها الشيف حيت واخا ما غاديش تقدر تدوق ديال اللي معزم با كيجي شوف رائع تبارك الله يلا خليها طرف عاود جمعه ما سخيتيش بها ياك مع وزيد فيه السكر كتكون فيه واحد تعليقه عجيبه ومازال نتا راه ما درتيش ليه السكر كثير قصتي منه. لا ما قصناش ليه السكر حيت ما كتبقيش الحلاوه بزاف. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه ينقر على الجرس يوصلوا الجديد حطوا اعجاب وحطوا التعليقات ديالكم حضروا المكرونه البلدي بالطريقه ديالنا راه ساهل. يلا بالصحه والراحه.